العراق، سوريا، الأردن، تركيا، تركيا، لبنان. لبنان؟ نعم. خماسي؟ خماسي، أنظافة فلسطين و هاي فيما بعد. فيما بعد، بس بالمرحلة الأولى خلينا نتحدث الخماسي. يعني إيران، إيران لم تشمل بالمشروع. ليش؟ يعني لأن الدول العربية بس أكو تركيا موجودة. أكو تركيا، نعم. سؤال بيجي، شوف هذا يذكرني في موضوع يعني الربط به الآن، اللي هو بالعام 2001 أو 2002 أجا وفد حكومي إيراني لموضوع التبادل. أجا وين؟ البغداد؟ البغداد. طيب، برئاسة وزير أو وكيل وزارة، وكانت هناك اجتماعات تعقد في وزارة التجارة العراقية. ممثلين في الاجتماع أحد مدراء العامين اللي أذكر اسمه مهندس ثامر محمود. طيب، كان ممثل الكهرباء. شنو الوفد الإيراني شي يريد؟ هذا لموضوع التبادل التجاري وموضوع التعاون. طيب، طرح من الجانب الإيراني موضوع الربط الكهربائي. هم اقترحوا؟ نعم، يردون يدخلون بالربط. الربط الكهربائي مع العراق. مع العراق طبعا، ومن يصير ربط الكهربائي مع العراق ونحن مرتبطين باتفاقية لربط الكهربائي مع الدول السبعة، راح يصير اوتوماتيكيا ويانا. لا، مو سبعة، ان خمسة. لا، كان 80 احنا وصلنا. هاي فيما بعد احنا نتحدث. لا، من اجوا الايرانيين دي يطرحون عليكم. ثماني. ثماني. صح. نعم. طيب، ما وافقوا. ما وافقوا. من موافق؟ خليجي. عرض المشروع من قبل الجانب الايراني. طيب، وعرضوا امكانيتهم لتزويد الكهرباء بطاقة محددة لتغذية موقعية لبعض المناطق الحدودية، وعلى ما أذكر محافظة أديالة. يعني هم الإيرانيين أجوا اقترحوا أنه لا، عندنا فائض من الكهرباء ممكن. زين، وهم يعرفون أنه نحن نحتاج إلى كيلووات واحد. حصلت الموافقة؟ لم تحصل الموافقة. ليش؟ ليش؟ الآن نتائج الربط تقول لك ليش. هي ما حصلت الموافقة من يعني؟ منك، من جنابك؟ مجلس الوزراء. مجلس الوزراء. أنا عرضتها لمجلس الوزراء. ها. والسؤال صار التالي: هل هذا الربط يتيح لك التبادل الكهربائي، استيراد وتصدير بين إيران والعراق؟ أنا أخبرت المجلس بأنه لا نستطيع الآن استيراد كهرباء من إيران فقط، فلم تحصل الموافقة. شنو منو اللي رفض يعني، أو شنو السبب؟ ما يحدث الآن هو السبب بالنظرة الثاقبة قبل 15 سنة، النظرة الثاقبة أو أكثر. الآن هل الرئيس صدام حسين علاقة بهذا الرفض؟ سمع وجهة النظر من جانبي الفنية والتجارية. استيراد فقط وليس تصدير. فنية ممكن، ولكن اعتراض الرئيس في حينه أنه إذا ما توجد إمكانية تبادل الطاقة فيرفض هذا المشروع. إذن القرار قرار رفض هو من الرئيس. لا، من الرئيس صدام. كل مشروع من هذا النوع هناك لجان متخصصة تابعة لمجلس الوزراء، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الصناعية. عرض هذا الموضوع على اللجنة الصناعية فكانت توصياتهم بهالشكل. هذا توصيات تعرض على مجلس الوزراء ويجري الإقرار. هذا يعني خليني شوية هذا الجو نعيشه. ما أنا أريد أقول، أنت سألتني أنه ليش رفض. الجواب الآن، أي لو تسمع لي، الآن العراق مرتبط مع إيران أربع خطوط نقل 132 لتغذية المنطقة الجنوبية وخط بالمنطقة الوسطى على ديالة. كل سنة العراق يدفع مليارين دولار للكهرباء المستوردة. المليارين دولار هذه اللي تدفع إلى إيران
تستطيع أن تنشئ محطة كهرباء حرارية من الدرجة الأولى بسعة 2000 ميجاوات، والسدلك جزء كبير من حاجة العراق سنوياً.